أكثر من 250 ألف تونسي أصحاب يعني شهائد عليا خدموش حتى نهار في حياتهم، من بينهم 100 ألف أعمارهم فوق الأربعين. شنو رأيك في الأرقام؟ والله السيستم تاع الدولة غلط يعني في تعيين المناصب. ناس برشا ناس معناها صايب شهاد معناها وبطالة حد ما ويخدم. يعني عندي معناها مثال، عندي نعرف عباد 10 سنين 11 عام و 12 عام طول خدمته، يعني كان هذا عمره 32 31 عام وقتاش باش يخدم معناها، وقتاش باش يكون، وقتاش باش يعمل عيله. خاطر صاحبي ياك تشوف البطاله بطبيعتها هي عباد. انا اخويا بطبيعتي عمري ما خدمت في البلاد هذه، خدمت بالمعارف. حتى كي خدمت نسيبي خدمني خويا كيف خدم بالمعارف. صاحبي راهو نخدموا ب 300 الف شهريه، صاحبي راهو نخدموا على 300 الف شهريه الحمد لله. خرجت من البلاد فرحان، وانا صاحبي راني نشجع شباب تونس بالحق، نشجع شباب تونس الكل على القلب. صح احرقوا صاحبي بلياد على الحيط. خويا الغالي انا عندي ولدي خذا الباك وما عادش يحب يكمل، قال لي ما عادش مستقبل في تونس، نقرا هاو ماخذين المتريز وكل وقاعدين بطال، قال لي ما عادش نحب نكمل نقرا. فهمتني؟ وانا اخويا شجعته باش يبطل القرايه ويقلب. شجعت خوك باش يبطل هكا؟ بيان سيور هذه حاجه. وخلوا سيبوا لي اخويا العزوزه، خليني نحكي معلم. انا معلم نطلب من الدوله نحب نشري 3 متر وشومبرير وموتور 25 ونحب نقلب العزوزه بحذايا نجيبها غاد. حارق انت ومين انت؟ انا حارق، انا اخويا بوراقي تو نحب نخلط العزوزه بحذايا. البطاله هي في بلايص كلها ما في تونس بصفه كبيره، على خاطر كما تشوف معناها عندنا برشا تبارك الله اصحاب شهائد عليا وكل شيء. الخدمه فماش، البلاد ديجا حابسه مش من توا من قبل. وزاد ما تنساش اللي توا واحد يدخل يخدم لازمو المعارف، اللي عنده المعارف دونك يسلكوهم الاولانيين الاكتاف يدخل يخدم بلاش اكتاف مهما تكون شهادته باش يقعد التالي. انا كنت بوليس خويا وبلادنا ذيا فهمت شنو باش نعملوا فيها يا خويا. كنت بوليس تخدم على روحي جوي بيه اموري واحد، جاء ربي نضرب، جاء ربي يا علام يا ما نعرفش انا باش نحكي يا خويا، يا تونس يا دوله يا وليت بطال يا خويا. انا معرس خويا وكاري ويعلم به كان ربي سبحانه صح. فهمتني؟ تو انا خويا روحي بطال يا خويا بجاه ربي نظره يا دوله يا رئيس يا وزير الداخليه يا رئيس الحكومه يا نظره للمعزولين بجاه ربي. بجاه ربي يرحم والديك ومخزولنا خويا ربي يعلم بنا كان ربي. بالنسبه للمساله التشغيل في تونس مربوطه بثلاث عوامل. العامل الاول هو العامل الاقتصادي. يعني الدولة التونسية ديما تشوف انه المشكل يعني نتاع البطالة هو فما ازمة مالية في وزارة المالية. بينما الخريجيين متخرجين يعني من الجامعات السبب هم يشوفوه سبب هيكلي. اش معنى سبب هيكلي؟ انا واحد من الناس بصراحة نشوف انه ال 25% اللي جات يوم ما في البكالوريا هي السبب اللي وصلت يعني في ازدياد عدد يعني الطلبة في الجامعات. اللي بعد فتحت باب الكابيس ولات يعني استسهال، يعني خاصة ان مستوى البكالوريا يعني مستوى البكالوريا كيفاش طاح وعدد الطلبة في الجامعات زاد. أول حاجة كورونا، ثاني حاجة ترى في الوضع في البلاد معناها عمر الثورات راهو ما يدوم ماهوش قصير معناها. يشوف الثورة الفرنسية يعني لازمنا شوية صبر وشوية وقت بغض النظر على الأمور السياسية اللي ما نحبش ندخل فيها معناها. طالة ياسر بيتون هاي طالة ياسر وميزيريا وبارش حكايات. علاش والله مانيش فاهمها انا البطالة علاش فكر. فهمت؟ قبل ما ثماش هكا. توا ملي شدوا هذا ما تبدلت الجملة الأمور. بالله سامحني توا أنت كل 40 عام. 40 عام توا مازالوا مثلا على الريتريت. قداش مازالوا 40 20 سنة معناها حتى الشركة حطمتوا أنت. تخلي عابد مثلا ل 40 سنه معناها 62 سنه ولا 60 سنه ريتريت شكون باش تخدموا؟ اعطيني الشركه اللي باش تخدموا انت. اعطيني باش تخدموا 30 سنه و20 سنه هاك كومام توصلوا ل 40 سنه ومن بعد حتى انت اللي عاد تخدموا وهو اصلا ما يلقاش فرصته في الخدمه. معناها ماشي وتتفاقم وسيرتو اذا كان وصل تو جانفي معناها نتاع ديماراج نتاع كل شيء معناها نتاع اللي كيس في الشركات وكل شيء وخروج خدامه ودخول خدامه وفما الروتريت اذا كان زادت تتفاخمت في جانفي معناها البطاله هذيا راهي مش تولي كومبلكسيه ياسر مش تولي تزيد كومبلكسيه نتاع ما نعرفش انا 20 سنه حتى حكومات المتاليه تو مش تجي معناها مش تلقاها صعيبه الحكايه. ما نعرفش انا تو الوظيفه العموميه ما كل مره هاك يقطروا ما نعرفش علاش. مش تقطروا انت كي عملت في الصحه تويك
يخلي الوظيفة الاخرين يعملوا لك ريكريتمو. علاش علاش معناها خليهم ينتدبوا عليه؟ علاش تو كل رومبوا تلقى فيه 10 6 6 من الناس فهمتي بطه؟ كل رومبوا كان توقف اي واحد تقول لك بطه. مش انا فين ماشي؟ احنا حسبنا كوش الحاملي شهادة العليا معناها توانسه اللي ما عندهمش شهادة تقريبا اكثر من 700000 و 800000 بطه. هذه شهادة عليا نعطيها لك مؤكده انا، شهادة عليا تمشي تو بشهادتك ما تخدمش، تمشي قرية سلسلة ابتدائي تخدم. معكوس ولا؟ بالمعكوس، خاطر شنو مشي طلبوا بشهرية؟ لو سمحت مشي طلبوا بشهرية قداش باش يخلص؟ فما بشهادة العليا مش مشي له هو ما يقدرش باش يخلصوا بزوز ملاي. وكي يمشي له واحد سلسلة ابتدائي ما مش يخلصوا حتى 500000. مش يولي يخدم هذاك اولى من الاخر. كيفاش لازم يتم التصرف يعني مع النسبة هذه 250000 فلوس وخاصة الأعمار فوق ال 40 عام؟ يشوفوا لهم حل، مانيش عارف انا لما حل هي توا البلاد ما تنجمش تشوف حل حتى شيء، خاطر راك تشوف ديجا كورونا ووضع كيفاه وحكومه درا كيفاه ومعناها كل شيء حابس توا. الحل انها بعد الازمه ذي ما نعرفش يشوفوا لهم حل، يشوفوا لهم وطن شغل حاجه هكاك، يعطيهم قروضات، خلي كل واحد يمشي يعمل مشروع، اللي عنده شهاده يمشي يعمل مشروع على روحه، ما يقعدش هكاك شد الشارع والكياسات واللي ينطر واللي يسرق واللي يبراك. انا ما نعرفش شنو لازم بالضبط، نكذبش عليك، كان جيت نعرف ونقول لك من الحلول عند العباد على الشاده المناصب تو الشاده في البرلمان وهما اللي لقاو حلول، مش احنا باش معناها باش نقترحوا الحلول. انا كان نقول لك شنو هما الحلول تو نولي رجعي ونولي متخلف. شنو بصراحه بصراحه هو فما حل واحد راهو، ينقصوا من ينقصوا يلزموا من النساء يركحوا شويه، مش ما عادش يخدموا جمله، وباش يخليوا الشباب يخدم على روحه والرجال تخدم على رواحها. خاطر كل راجل في جرته عائله وكل راجل عنده مسؤوليه وما يرحموا حتى حد، والى متى باش يقعد؟ النقطه اللي ذكرتها يا بابا يعني انسيت شد الدار وخلي الرجال تخدم. يا ولدي مبدئيا خليوا الرجال تخدم، خليوا الرجال تخدم، راي الناس مضامه راهي تعبه. اليوم نسى فكت بلاصه او بلايص الرجال اكيد، يعني وقت اللي انت ترى الناس الرجال بطاله يعني شو معناتها؟ يعني فما نساء قاعده تخدم، يعني هما اللي شادين لهم بلايصهم. احنا ما قلناش ما نخدموش نساء جمله واحده، لا، فما ضروريات، فما نساء وفما حالات يلزم المراه تخدم حاجه اساسيه. لكن ماهوش معقول ولدي العزيز باش الراجل يقعد بطال ومراه زاده فهمتني تخدم، راهي كارثه. هذا الحل الوحيد، ما عندناش حل اخر، ما ينجمش يكون فما حل اخر راهو. سامحوني ما تقولوش الراجل هذايا رجعي. نشوفوا الحل الوحيد، الحل الانسب. ما فماش حل، ما مستحيل، ما فماش قضاء على البطاله راهو في العالم الكل، راهو في العالم الكل، احنا ماناش حاله خاصه راهو. احنا كيما الناس كل، كيما العالم الموجود كل الناس كلها عندها بطاله، لكن فما النسبه، فما نسبه نتاع بطاله. احنا النسبه اللي عندنا متفاقمه، وناس عندها شهايد، وناس يعني خدمت، وناس تعبت، وناس يعني تحرمت. فهمت ولدي؟ ماهوش معقول زاد باش يخليهم بطاله. راهو عندنا، احنا عندنا طاقات في تونس، وعندنا عندنا ناس كبار في تونس وادمغه كبيره في تونس راهي قاعده تخرج لبرا. احنا قاعدين نخسروا في ناس كبار، نخسروا في علماء، نخسروا في طب، وهذا الكل على خاطر احنا ماناش حاسين بالكارثه اللي صايره في بلادنا. الكارثه اللي عندنا يلزمنا احنا بناتنا مثال باش نضحيوا ونقعدوا شويه باش تلقى راجل يخدم وياخذ امراه ويقوم بالعائله ويدفع كراه ويقوم بواجباته كل. كخريج جامعه وعديت يعني سنوات زاده من البطاله. بطال زاده؟ لا انا يعني قديش بطال؟ انا والله متخرج من 2003، لكن الحمد لله اني توا يعني متحصل على دكتوراه ونشتغل يعني معوض، فهمتني، نايب عام النيابه، فهمتني ولا لا؟ عام النيابه في التعليم الثانوي، فهمتني ولا لا؟ انا نشوف انه الحل بالنسبه للدوله التونسيه في مساله التشغيل خاصه الحاملين شهاده الدكتوراه، انه رئيس الحكومه يستمع لهم، يستمع لهم، لانهم هذوكم الثروه الوطنيه اللي موجوده في تونس. احنا تونس بالحق، احنا تونس ما عندناش ثروات كيف الخليج والا كيف الغرب، عندنا الثروه البشريه. المجتمع التونسي هو مجتمع يقوم على الفرد وعلى المجتمع، والقوة متاعنا البلاد التونسية هي أنها تحل المشاكل هذه، مشاكل الأساتذة النواب، مشاكل المعلمين النواب، ومشاكل الدكاترة. تصور أنت يعني دولة فيها 5000 دكتور
يعني ثروة يعني مش بالضرورة يدخلوا في التعليم. فما مؤسسات في الوزارات في حاجة للكفاءات هذه تنجم تنهض. احنا والله فما زادة مشكلة الفيروس تو نتاع الكورونا. عدنا أكثر من يعني العدد المتخرجين في البيولوجيا متخرجين مهمش يشتغلوا. تصور هذوكم لو يتحطوا في مخابر ويعني يحلوا حتى المشكل نتاع الفيروس نتاع الكورونا الموجود. علاش توا اكثر من 400 طبيب عم ناول سافر؟ علاش الناس تمشي للخليج وتبقى البلاد التونسيه هكا؟ يعني وقت الحالي الدوله تقول لك انا ما فماش فلوس والخريجيين يقول لك احنا زاد ذي حق اللي انا بعد ما نتحصل على شهاده جامعيه باش نشتغل. الحل قبل ما يكون عملي على الاقل يلزم فما يعني فما يستمعوا للناس هذوما وشوفوا شنو مشاكلهم. على الاقل الحل يبدا نظري انه يستمعوا لهم ويكون فما يعني حوار بيناتهم. امبوسيبل ما نتصورش كان باش تتعالج ظاهره البطاله وما نتصورش كان باش يلقاو الحلول بالنسبه للحكايات هذوكم، خاطر في كل دومين فما كان ترافيك. يعني حتى في الدومين باش نحكي على الدومين نتاع التعليم ديجا فما برشا ترافيك في الدومين التعليم. ها وانا نقول سيبوزون استاذ في التعليم في معهد خاص، شكون اللي يخدموا في المعاهد الخاصة؟ تلقى الأساتذة نتاع ليتاتيك، تلقى اللي كملوا الانتريت يخدموا في التعليم، تلقى المتفقدين يقريوا، تلقى الدنيا كل يقريوا. يعني ديجا الشباب ما عندهمش مستقبل. كي تمشي باش يقري في ليسي بريفي مثلا سوبوزون ولا في معهد خاص ولا في حتى في معهد، يقول لك لازم عندك اكسبيريونس. الاكسبيريونس كيفاش باش يجيبها؟ تمشي تخدم، أول حاجة يخدموا عليك يقول لك الساعة 3000 4000 5000 وانت وتو، تلقى الفرق ما بين ساعتك وساعة بروفيتاتيك 15000 زايدة ولا كان مش أكثر. علاش؟ خاطر هو أستاذ في معهد دولي مثلا وانت أستاذ حر كي معهد خاص ولا ما عندكش اكسبيريونس ولا مش مستعرفة بيك الدولة. ما فماش كابيس، خدموا الصغار توا ما يسالش رجاهم الرزق. احنا مسايبينها في كما تقول في المهموتة والحمد لله على كل حال. وزيد كي قصوا عليك مثلا اكزامبل او كورونا ولا عطله ولا حاجه ما تخدمش ما تخلصش.